السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة وفيديو جديد. غنقدم لكم ان شاء الله دي كاب كيكس كيجيو زوينين وخفاف، نتمنى يعجبوكم. نبداو على بركة الله. غادي نحتاجو جوج بيضات، واحد دانون، انا درت دانون مسوس، ممكن ديروه نتوما بالنكهة اللي بغيتو. عندي قشاط الحامض، وعندي نص كاس ديال سنيدة، ونص كاس زيت. المهم واصلين السكر نص كاس، والزيت ما كاملاش نص كاس صافي. والطحين وفانيا وخمارة. نهرسو البيض، نزيدو عليه السكر، وفانيا ديالنا، ونطربوه، نخدموه مزيان. تبيض لينا الخليط ويدوب لينا السكر. صافي تيكيوليه بهاد الشكل. نزيد هنايا دانون، نتبعو الزيت شويه بشويه. نحطو مزيان، كيما ممكن تخدمو تا بالتراب التراب العادي، ماشي مشكل، التراب اليدوي. نزيد هنايا الحامض، وهنايا غندير واحد القطعه ديال الخل بشويه. نزيد الطحين، ديرو 6 المعالق عامرين مزيان. صافي الساشية ديالنا ديال الخميرة. صافي نخلطو مزيان. صافي ونجيو باش نديروهم في ليمول ديال لي كاب كيك. هكا دابا الوليدات المدرسة والناس نيت اللي في الخدمة كيمشيو خدمة هكا. تيجيو مزيانين. الخليط خصو يجي عاقد شي شويه، ما يجيش خفيف كاع بحال الكيكه، خصو يكون عقد من الكيكه بشويه باش ما يسيحوش لينا. في الا درتوهم جاريين تيتنفخو تيتخواو من الكويرتات.
هنايا غنعمرهم صافي وغنجي غنزوق. هنايا راه كيخرج لينا 14 حبة تقريبا ديال لي كاب كيكس. هنايا غادي نزوقهم بدوك لي بيبيت ديال الشكلاط. ونجيب اللوز حتى هو وهادوك جوج اللي غيبقاو لي راه غنزوقهم غنخلط غندير لي بيبيت واللوز فيهم. كيجيو خفاف وكيجيو وتسهلين، ماشي يعني ما كياخدوش بزاف ديال الوقت. ممكن تحتفظي بيهم 4 ايام ولا هذا في الثلاجه. عندي اللوز مهرمش دابا. هاد اللوز مهرمش كتحتفظي بيه في الكونجيلاتور في فريغو ما كيوقع ليه والو، ما كتحتاجيه كتجبديه. صافي دابا غنديرهم في الفران يطيبو ونتلقى بكم نوريكم الشكل النهائي ان شاء الله. هذا هو الشكل ديالهم كي كيجيو، كيجيو زوينين وخفاف. مع السلامة والى وصفة قادمة ان شاء الله.